السلام عليكم طلاب، نكمل وإياكم سلسلة محاضرات اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط بإشراف تربية الكف الثالثة الأستاذ حيدر كاظم مدرس في متوسطة التحرير. الآن راح نتحدث عن يونت 7، طبعاً الوحدة السابعة اللي هي القطعة اللي هي 2 African countries. هنا أول شيء عندنا ليبيا، صح وخطأ. ليبيا is mostly desert، يعني معظم ليبيا هي شنو؟ صحراء، صحيح true. ثانياً it is always very hot in Libya، هي دائما جدا حاره في ليبيا، فولس خطأ. طبعا هاي تقول تقدر هات او هوت بريطاني امريكي. ثلاثه there is no، البريطاني ولا امريكي باللفظ اقصد طبعا. ثلاثه there is no agriculture in Libya، ليس هنالك زراعه في ليبيا، فولس. اربعه ليبيا produces oil، يعني ليبيا تنتج النفط، صح. نمبر 5 ليت مانجا، هاي منطقه it is is modern city، modern city falls. Number 6 طبعا هاي تجي فراغات انتبهوا لها جدا مهمه وزاريه. Libya's main product، الانتاج الرئيسي في ليبيا هو is فراغ oil. And it is also has natural gas، وتحتوي على وتمتلك الغاز الطبيعي. Sudan، أول سؤال يجي السودان. أول سؤال السودان has a coastline on the Mediterranean Sea. False. Okay. يعني على الساحل، يعني هذه السودان has a coastline. زين، هاي أول وحدة نقول عليها false. ثانيا the capital of Sudan is Khartoum. True. Okay. ثلاثة number 3 يعني هاي عاصمة السودان طبعا والخرطوم. ثلاثة السودان gets most of its water from the blue line. Okay. False. يعني السودان تحصل معظم مياهها من النيل الأزرق، يعني بحر النيل الأزرق. False طبعا. Number 4 السودان produces cotton, sugar and gum arabic، يعني السودان تنتج القطن والسكر وال صمغ العربي، gum arabic يعني الصمغ او الرغوه العربيه. اوكي true. Number 5 animal farming is not important in Sudan. اوكي يعني مزارع الحيوانات هي ليس مهمه بالسودان، خطا. Number 6 شوف الفراغات. In Sudan the main crops، يعني المحاصيل الرئيسيه في السودان and export وللتصدير are فراغ and فراغ. شنو ال المصادر الرئيسية، المحاصيل الرئيسية للتصدير؟ فراغ هذا كوتن اند شوجر. كوتن اند شوجر يو هاف ات از فيري امبورتنت تو نو. القطن والشجر. يونت 7 الالعاب الاسيويه، ذا اشيان جيمز. ذا اشيان جيمز، سؤال اول وات واز ذا ايدياز بيهايند ذا اشيان جيمز، ما هي الفكره من عقد الالعاب الاسيويه؟ The idea was to build international friendship through sport. هي الفكرة أن تبني علاقات دولية من خلال الرياضة. علاقات دولية، تصير علاقة طيبة بين الأبطال. How often do the games take place؟ يعني كم يعني من الفترة أو كم غالبا تعقد هذه الألعاب؟ Every 4 years، كل 4 سنوات تكون هنالك ألعاب آسيوية. Number 3 When did they begin؟ متى بدأت هذه الألعاب؟ In 1951، في عام 1951 بدأت هذه الألعاب. Whose idea was it to hold these games؟ فكرة من لعقد هذه الألعاب؟ يعني العفو، يعني هذه الفكرة من جبتي؟ The idea came from India، الفكرة أتت من الهند. Where were the first Asian games held؟ أين بدأت أول الألعاب الآسيوية؟ يعني where were the first Asian games held؟ يعني الألعاب الآسيوية أين بدأت لأول مرة؟ نيو دبلي. نيو دبلي بدأت في نيو دبلي. Okay guys. زين. Number 6 Where and when، أين ومتى the last games held؟ أين ومتى آخر مباراة عقدت؟ هي آخر شيء صارت بساوث كوريا، طبعا مدينة اسمها إنكون. اوكي ساوث كوريا 2014، في عام 2014. Has Iraq won any medals؟
in the games. هل العراق فاز بميداليات في هذه البطولة يعني في هذه البطولات؟ نعم بالطبع. العراق has won 6 gold medals. يعني فاز بست ميداليات ذهبية 15 سيلفر و15 ميدالية فضية و23 برونز و23 برونزية. فهاي الشباب لازم تحفظوهم very important very important. The other things آخر شيء أنا راح أشرحه اللي هو الستوري تايم. الستوري تايم طبعا جدا مهمة اللي هي راح تتحدث عن بروفيسور وطلاب. طبعا هاي جدا مهمة لازم تحفظوها. طبعا تجي هاي القطعة راح أشرحكم عليها. آخر شيء السؤال الرابع فرع أي. السؤال الرابع فرع أي عليها 10 درجات. أوكي السؤال القطعة شو تقول؟ Life is like a cup of coffee. الحياة هي مثل كوب من القهوة. كوب من القهوة. السؤال الأول هو decided to visit the old university professor. من قرر أن يزور البروفيسور الجامع الكبير؟ A group of alumni. طبعاً مجموعة من alumni معناها مجموعة من الطلاب الخريجين. From different Iraqi provinces. يعني مختلف من مختلف محافظات العراق. Who is the professor? من هو البروفيسور؟ He is an Indian professor who lives in Hyderabad. He taught the alumni at the university. يعني هو بروفيسور هندي الذي عاش في حيدرآباد أو الذي يعيش في حيدرآباد. هو علم المجموعة من الطلاب الخريجين في الجامعة أو درس. He taught. Okay. Where are the alumni from? من أين هم الالمني؟ يعني المجموعة من الخريجين من أين هم؟ يعني هم من أي محافظة؟ Two from المثنى. Two from ديالى. يعني اثنين من المثنى اثنين من ديالى. One from تكريت واحد من تكريت. One from ذيقار وواحد من ذيقار. Number four. How did the alumni reach the professor's house? كيف وصلت هذه المجموعة إلى بيت البروفيسور؟ شلون وصلوا؟ عن طريق شنو؟ They took the plane. هم يعني ذهبوا بواسطة الطائرة from بغداد to Hyderabad. من بغداد إلى حيدرآباد طبعا بالهند. Then they train to the city. ومن ثم من القطار يعني بواسطة القطار ذهبوا إلى city center إلى مركز المدينة. And finally وأخيرا they took a risk show. A risk show أخذوا شنو؟ إحنا a risk show نسميه شلون هاي الستوتة اللي موجودة عندنا حاليا يعني العربة الصغيرة يسموها risk show to his house إلى بيته. When the professor went to the kitchen, what did he return with? Why? عندما البروفيسور ذهب إلى المطبخ. Okay. بماذا رجع ولماذا؟ شوف هذا السؤال آخر. يقول لك Why did the professor أو جيكريسيدا Why did the professor bring different cups for the coffee? يعني من راح البروفيسور لماذا البروفيسور جلب أكواب مختلفة من القهوة؟ الجواب He returned لاحظ شباب he returned okay with a big bowl. Look he returned شو شباب with a large he returned with a large شوف he returned with a large A pot of coffee. A large. شوف. He returned with a large pot of coffee. يعني احنا نقول البوت شلون القوري احنا نسميه of coffee. Pot يعني من القهوة يعني قدر كبير من القهوة and assortment of cups مع تشكيلة من من الأكواب. He wanted to teach them a lesson about life's burdens and stress. يعني يريد يعلم الطلاب على ثقل الحياة وضغوطاتها. أوكي شباب؟ فهو جاب لهم أنواع مختلفة يقولهم يعني أكواب صغيرة جميلة أكواب غير جميلة. فدائما الإنسان دائما يريد يأخذ شيء جميل ومو دائما أنت لازم تحصل على شيء جميل.
You have to work hard to get what you want. What is the moral lesson of the story? ما هو الدرس الأخلاقي من هذه القصة؟ Be grateful for everything in life. يجب أن تكون ممتن لكل شيء في الحياة. Count your blessing. يعني احصي الشيء البركاتك، الشيء اللي عندك أنت شيء جيد. Not your problems. مو أنت دائما count، يعني عد الأمور الجيدة عندك، بس لا تعد بمشاكلك دائما. زين شباب؟ طبعا يونس 7 كلش مهم انت كطالب، هاي القطع يعني لازم تحفظهم and memorize it well. اوكي، اخر شيء شباب راح اشوفكم اياه اللي هو لا تنسى ان تحفظ شباب الانشاء مال يونت 7. You have to memorize it well, write it down. Thank you for your time. I hope you are enjoy my you are enjoy our lesson. Take care of yourself, wash your hands, and stay at home in these days, because it is very important to stay at home to be not to get any infected from anyone. أتمنى لكم الوفاقية والنجاح و good luck. حيدر كامل. Bye.